لا بأس من الانتظار في طوابير تزيد مسافة التباعد الجسدي من طولها. أمطار قليلة ويتعب مقص الحلاقين مع رؤوس أطال الإغلاق شعرها. بعضهم أتى سريعا من أول يوم فتحت فيه صالونات الحلاقة اللندنية لترميم ما أفسدته محاولات ذاتية في المنزل. استخدمت آلة حلاقة في البيت وكانت النتيجة سيئة. أخفيتها بمثبت الشعر لستة أسابيع وها أنا استنجد بأصحاب الحرفة لتخليصي من الورطة. تختفي الملامح في صالونات الحلاقة. كمامات كورونا تنافس أقنعة التجميل. بسبب الفيروس يلزمنا تقليل الحديث مع الزبون. لم يعد الحال كما كان من قبل. مضى ذلك الزمن الذي كانت فيه صالونات الحلاقة منابر للكلام. كمم الفيروس الأفواه، فرض صمته على صالونات الحلاقة. لا المنتظرون ولا الحلاقون يرغبون في أن ينفجر عطاسهم أو ينطلق من أفواههم رذاذ مشبوه. وداعا للحلاق الطرطار إن لم يفك العلم شفرة كورونا. الصمت خير من العدوى، لكن ليس هنا. في المطاعم والمقاهي والحانات غابت الكمامات، يحتاج الناس فيها إلى أفواههم مفتوحة طوال الوقت. طعام وشراب وحاجة لإفراغ ما في الصدور، هزل وجد، كلام قد يخرج معه الفيروس. أعتقد أننا أمام خيارات صعبة. الناس يريدون الخروج من الإغلاق والتخلص من آثاره النفسية الصعبة، ومن جهة أخرى يخيفهم الفيروس الذي ما زال منتشرا بشدة. أشهر الإغلاق حولت شوارع كثيرة في لندن إلى جداريات توثق الوباء، إلى متنفس في وقت كانت فيه المتاحف ودور المسرح والترفيه مغلقة. تعيد فتحها والأمل أن يدخل الفيروس المتاحف ليصبح من أوبئة الأزمنة الغابرة. صابر أيوب، العربي، لندن.